بده يشتري بيت اللي بيمشي دغري ما بيقدر يشتري بيت ما بيقدر يشتري شيء ما بيقدر يشتري بسكليت. انا حسب ما اشوف حوالي عم لاقي صعوبه بهالشغله يعني، فبتعرف بدي اخذ احتياطاتي وبلان بي، ف في احتمال سافر. كل واحد ناطر تقعد وانا ما ناطر شيء، ناطر بلاش يطعمونا. صعب هون الواحد يعيش، يعني عم تشوف حواليك بتطلع هيك بتلاقي عن جد واحد كثير صعب يعيش هون. ابو ميشيل وجو من جيلين مختلفين، مر العمر على ابو ميشيل وحاول يتملك بيت وما قدر، فكان الايجار هو المصير. جو تلميذ الجامعه اختصر الطريق وفكر بالسفر، هيدا حال معظم الناس بلبنان. الحق بالسكن اصبح حلم صعب المنال، اسعار الشقق بارتفاع تصاعدي والايجار على نفس الخط. امن لي بيت مطرح منك ساكن، مش هم يكون طابق منه امن، مشتاق اشوفك لكن لكن لكن. امن لي بيت مطرح منك ساكن. بعمل كل اجر، ما عندي شيء. ما عندك بيت؟ عند اهلي. عندي مقبره، اشتريت مقبره، بيت ما عندي، يعني اذا صبر شيء بقعد بالمقبره. من وين بدي اجيب بيت؟ عم ندفع مي مرتين، عم ندفع كهرباء موتير ولا الدوله ما في كهرباء. طب شو بدك؟ جيت بيت لما كان بالرخص شوي بال50,000 دولار، مشيت هلا $500,000، اشتغلت شغلتين واشتريت بيت. كانت كثير الاحوال منيحه، كان في مصاري بالبلد، ما كان في يد غريبة كثير مثل هلا، ما كان في ضرائب تحرق مثل هلا، قدرنا اشترينا بيت. بس هلا ما حدا في يشتري بيت، يا بده يكون بيو مرته او بده يكون حرامي. هلا انا قلت له لابني جيب نص ولد يا اما ما يتجوز، يا حو على ابواب المدارس العالم مش قادر تفوت اولادها على المدارس. فيلا بقتنا على البحر فيو غير شكل، $150,000 سعرها باليونان. هون شو هالسوق العقارات يعني، كيف واحد بده يشتري شقه؟ يعني بيموت بعده عم بقسط، بيجي ابنه بكفي التقسيط عنه. شيء بزعل، انا ابن اختي بيشتغل ليل ونهار بدبي وما عم بيقدر يشتري هون، وهم علينا مدير وبشركه مهمه. هون الكارثه، نحن زمطنا بس الكارثه عليهم هن، وبدنا نحاول نساعدهم قد ما فينا. هاي هي يا ريت انتو انا بالبيت، شي بيت ابعد بيت. ميزانية الأسرة أسهل مهمة على المواطن اللبناني، المعاش محدود وواضح التقسيمات على المتطلبات، إيجار، فواتير كهرباء ومي، وعلى المعاش السلام. يعني الموظف المستأجر اللي عنده عائلة على قد حاله عم يأكل ويشرب على قد حاله كل الشهر، حتى إذا بده يظهر هو عائلته بده يحسب 100,000 حساب، لأن هذا بيكون عنده أجار بيت، إذا مش أخذ لون صغير من البنك مثلا، مدارس أولاد، هيدي هي، هيك عايشين. كل يوم بيومه بدي تاخذي تستاجري بيت. اليوم بفضلوا يأجروا للسوري ما بيأجروا للبناني، بيقعدوا 10 15 واحد بيدفع أجار الشهر $1,000 ما فرق، قاعدين 15 واحد. صاحب البيت مستحيل ما عجبك فل، يعني أنا صارت معي شغلة قطعت مي صغيرة، قلت له يا عمي في مشكلة بالمي، قال لي ما عجبك فل. يعني صاحب الملك بده يأجر حتى يعيش كمان، يعني وين ما رحت هي ذات القصة. عمر يا معلم العمار وعلي حارتنا يابا، عمر لي شي حوضة ودار بتعمر دنيتنا يابا، عمر يا معلم العمار وعلي حارتنا يابا، عمر لي شي حوضة ودار بتعمر دنيتنا يابا. الأمال بانخفاض إيجار الشقق هو أكبر تمني، ولو أنه بالأصل أسباب الارتفاع بعد غير واضحة. حسب سعر السوق، هيدا سعر السوق هيك، هي العقارات غلت حالها بحالها، هي العقارات غلت حالها بحالها. هلا في صار هلا صار بالسوديكو هون وبعبد الوهاب بمنوف في كتير بيوت فاضيه ومحلات فاضيه، لانه الحركه الاقتصاديه معدومه ما بتنزل دائما، لانه الاجارات شغله مش انه استيراد وتصدير، انه فيك تغرق السوق فيها. الارض ما فيك تستورديها، مش عم تستورد تياب او مواد غذائيه، عدد السكان بيزيد العقار بده يزيد، شئنا أما بينا. هلا بحال 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 فلوا السوريين احتمال يصير في انه انخفاض طفيف ليس إلا. لما طلع البترول غلوا كل شيء بالبلد،
يعني غلوا السكن والعمار كل شيء، اسعار ارتفعت، حليب حتى كله، بس لما رجع نزل البترول ضل الاسعار مثل ما هي. مثل هلا مثلا السلسله وهيك انجا قالوا في سلسله غليت كل شيء، عم يدوب كل شيء، يعني يفتح بيت ويستاجر واكل كثير صعبه. هيدا الوضع وما في مساري وما في شغل، شو بده يعمل الواحد؟ ضل هيك على البسكليت احسن شيء. شكرا. امن لي بعيد ما تطرح منك سلسلة.